بقالي 8 سنين بتعذب، 8 سنين عايشه في ذل. انقذني، انا محبوسه في بيتي مش عارفه انزل منه. جوزي اخر حاجة طلع ان هو بيسجل مكالمات ما بيني وما بينه. هو في امان لواحد بيسجل لمراته؟ بصوا. انا معيش حد غير ربنا، وجوا حد يجي ينقذني انا وعيالي. وقلبي هيفصل.